بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة وارفريم. اليوم إن شاء الله يا شباب راح نستكمل سلسلة شخصيات ستيل بات، لكن في هذا الفيديو يا شباب بناء على طلب كثير من الناس اللي تحضر معي البث المباشر، في هذا الفيديو راح أركز أكثر شيء على الأسلحة أكثر من الشخصيات، لكن راح أتكلم عن شخصيات جديدة ما نزلناها، نقاتل بالشخصية وبرضه راح نبين قوة بعض الأسلحة، لأنه كثير منكم الآن صار متمكن في الشخصيات لكن تنقصوا كثير من المعلومات عن الأسلحة. ففي هذا الفيديو بحاول اعطيك كميه ضخمه ان شاء الله من الاسلحه اللي راح تساعدك ان شاء الله باذن الله عز وجل. خلينا نشوف. طبعا مهمات ستيل بات يا شباب اليوميه، انا خلصت مهمه من المهمات اللي هي مهمه الديفنس ضد الانفستد في كوكب إيريس، هذه المهمه بعيدها من جديد عشانكم، تمام؟ فكانت عندي مهمه ديفنس هنا وعندنا مجموعه من المهمات، نشوف المهمات بشكل سريع ونتكلم عنها. المهمه الاولى عندنا هنا يا شباب مهمه قتال زعيم، وهم زعيمين الان في كوكب سيريس اللي هو زعيم كوكب مارس وزعيم كوكب ميركوري فور والزعيم الثاني، تمام؟ فاحنا قد قتلناهم اساسا في هذه السلسله باكثر من شخصيه، فاليوم اجتمعوا مع بعض فراح اختار لهم شخصيه جديده ما لعبنا فيها في هذه السلسله واروح اجلدهم باذن الله عز وجل، تمام؟ فعندنا زعيمين راح نقتلهم مع بعض. المهمه الثانيه عندنا مهمه اكسيفيشن في كوكب بلوتو والانمي من نوع انفستد، نوع انفستد. المهمه اللي بعدها عندنا مهمه سباي، وسوينا مهمه سباي وكونغ بإبارة وليمبو، لكن ما سوينا بلوكي، اليوم إن شاء الله راح نسوي بلوكي، تمام؟ المهمة اللي بعدها عندنا اللي هي مهمة اكسترمينيت في كوكب ديموس، تمام؟ ونوع الأنمي من نوع انفستد، المهمات ما هي صعبة، لكن تساعدني إن أنزل محتوى ممتاز للأسلحة، خلينا نشوف الآن البلدات، ماشي. طيب، الشخصية الأولى اللي راح ألعب فيها اللي هي مهمة الديفنس اللي تكلمنا عنها، راح ألعب بشخصية إمبر وهذا هو البلد، عندي هنا أبيت الثالث، هذا يهيلني داخل الجيم، تمام؟ وعندي هنا الهنتر ادرينالين راح يعطيني انرجي داخل الجيم لو تدمجت، لكن انا ان شاء الله اني بحاول اني ما اتدمج، راح اوريك كيف طريقتي انا اثناء اللعب. طبعا مركب عليه اللي هو اركين انرجايز، مركب عليه اركين جريس عشان الانرجي وعشان الهيل احتياطا، تمام؟ بالنسبه للمرافق اكيد بيكون معي هورس، ليش هورس؟ لانه امبر من الشخصيات اللي تقاتل اكثر شيء بالابيليتيات، ما تقاتل بالاسلحه، تمام؟ لكن الاسلحه وقت الحاجه راح استخدمها. الاسلحه وقت الحاجه راح استخدمها، تمام؟ بالنسبه للسلاح الاول، سلاح عندي اللي هو الاجنسريت، اقدر اغيره باي سلاح ثاني، خلينا نغير. دام في تغيير خلينا نغير اسلحه، راح ناخذ معانا اللي هو خلينا نشوف سلاح ممتاز ما لعبنا فيه في السلسله نهائيا، ما جبنا طاريه، فخلينا نشوف سلاح من الاسلحه اللي عندي انا مظبطها، مع ان انا كسلان شويتين في الاسلحه، لكن خلينا نقول بولتر. البولتر ممكن اقاتل فيه ممكن ما اقاتل، لكن عموما هذا هو البلد حق البولتر، وانا محول انكورنال نفس البلد هذا مركبه على التيلوس بولتر، نفس البلد تقدر تستخدم على البرايم تقدر تستخدم على التيلوس، لكن لو تبغى نصيحتي سوي الانكورنال تيلوس افضل من البرايم، انا عندي الاثنين التيلوس افضل، تمام؟ حبيت انبه على هذا الشيء. عموما اذا ما عندك هذا الريفن ركب مكانه مود الهامر شوت، راح احط الصوره لك الان قدامك في الفيديو، ركب المود الهامر شوت بيكون ممتاز اذا ما عندك ريفن مود، تمام؟ هذا بالنسبه يا شباب للسلاح الاول. السلاح الثاني النكر، النكر اقدر استبدله ببديل ثاني، وراح نستخدم بديل ثاني اللي هو السكرون. السكرون من اسلحه التينت، من اسلحه التينت. انا عندي السلاح من دمج النار، ركزوا، عندي العنصر حق السلاح دمج النار، لكني مركب عليه خليط فايرل. طبعا تغير الخليط على حسب الانمي اللي تبغى تقاتله، تحط كرسف تحط اللي تبغاه. بالنسبه للملي راح استخدم سيراتا، سيراتا دائما نتكلم عنها في البث المباشر لكن ما قد سجلنا لها فيديو، فعموما هذا بلد سيراتا اللي راح العب فيه. الدمج هنا حاط انفستد، اذا كان بتقاتل انمي ثاني غير نوع المود هذا على حسب نوع الانمي اللي تبغى تقاتله، فهذه هي البلدات وهذه هي المعدات. اخر شيء المدرسه الونايرو، عشان لو جاني المطارد اقدر اشيل الارمر، وباذن الله راح نشوف سيراتا اليوم وقوتها على المطارد. ولاحظ الان ان البلد حاولت يكون بدون ريفن، تمام؟ خلينا نعيد المهمه ونشوف كيف نخلصها باذن الله عز وجل. طيب شباب رسمنا زي ما تشوفوا. طيب طبعا طريقة القتال بإمبر يا شباب انك تشغل ابيلتي 2 وتشحنه بالابيلتي الرابع، تمام؟ فشوف الان اشغل ابيلتي 2 بيكون عندي نسبة في اليمين، فدائما قاتل بالابيلتي الرابع حتى ينشحن، بعدين ابدا قاتل 3 4 3 4، يعني الابيلتي الثالث والابيلتي الرابع، فانتظر حتى النسبة تمكس. الان قاتل بس بالابيلتي الاخير، شوف الان النسبة، شايفين النسبة؟ ما لا تزيد. ممتاز. نفس الكلام، ركز على النسبة يا شباب، أهم شيء النسبة. تمام، الحين صارت النسبة عندي ماكس، إيش أسوي؟ أقاتل 3 بعدين 4. شايفين؟ 3 و4.
الغرض من النسبة هذه انها اول شيء تطير الانمي وتحرقهم بالنار اقوى، وثاني شيء تشيل الارمر حق الانمي الثانيين. يعني لو تقاتل مثلا انمي ضد الانفستد او غير الانفستد تقدر تشيل الارمر حقهم زي الجرينير زي الكوربتد الى اخره، فتقدر تشيل الارمر حقهم بكل اريحية. عموما هذا التيلوس ما شحنه، لاحظوا الان اني ما شحنته، اقاتل فيه بدون شحن عادي ودمجه مرة حلو. إن لقيت فرصة أشحن وبشحن مو مشكلة. شوفوا كيف إمبر جننتهم بالنار، والله شخصية مرة حلوة ضد الإنفستد صراحة، أنصح فيها بقوة إذا بتقاتل الإنفستد، هذه من أجمل الشخصيات اللي أنصحك فيها صراحة بالنار. خلنا نحاول نشحن، مات ما عندي نشحن، مات على طول. ماشي خلصنا ويبين يا شباب زي ما تشوفوا ايزي. نبدأ الآن 3-4 ونستمر على هذا الموضوع. ما طاحت اقراص انرجي منهم، اوكي في معنا اكسموس هنا، نحاول نشحن فيه السلاح، اوكي تمام كفايه الشحن هذا، يلا خلينا نستخدمه. شوفوا الان التيلوس شايفين كيف الدمج، هذا واحد برضو من الاسلحه اللي انصحك فيها وبشده. تمام الان خلصنا يا شباب الويب الثالث، داخلين على الرابع. يلا طبعا بقاتل بالسكندري برضو، الحين بقاتل ان شاء الله بعد شويه بالسكندري ونشوف. طبعا انا ما شحنت السلاح ماكس حق التيلوس لكنه الوضع فيه مره ممتاز، ما في انرجي، لا كويس طاحت. ما شاء الله الانرجاي الصراحة تفك أزمة أحيانا. طيب عندنا هنا إكسموس نقتله بالتيلوس، تمام يا شباب خلصنا الويب الرابع، بقينا اثنين بس، ما في انرجي هنا وهنا. انا ما ودي استخدم اقراص الانرجي فهمتوا ليش؟ لان انا ما تدمجت، لو تدمجت بيعبوا لي انرجي فهمتوا، بس انا بحاول اني ما استخدم اقراص، بحاول اخلص الجيم كامل بدون، لكن اذا احتجنا نستخدم. طاح اقراص وضع مره ممتاز. طبعا مود القبيله الثاني الخاص بالابيت الثالث، الخاص بالابيت الثالث لانه له مودين، مود يهيل ومود يطيح لك اقراص انرجي، فتقدر تستخدم الاثنين، كل الاثنين ممتازه معه. طيب نقاتل بالسلاح الثاني، نشوف السكرون، شوف السكرون يا شباب نفس اسلوب النكر في القتل، يقوش مجموعة تمام؟ اوكي خلينا نشوف نجي هنا. في سم، الموضوع في سم، جاء المطارد لحظة لحظة. احاول نمسحهم بسرعة. مع انه هذا السم مشكلة الحين. اوكي المطارد جاء. فينه؟ احاول اقتل المطارد هذا. نبدا نشيل الارمر.
شوفوا الان هذا سيراتا، شوفوا السيراتا يا شباب، شوفوا شوفوا السيراتا ضربه واحده، شايفين؟ شوفوا قديش وصل دمه، شفتوا؟ يعني بس ضربه ثانيه انتهى الموضوع. مسكوني اخ مسكوني، لا 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 أخ. مسكوني. انا طبعا كنت اشرح، شفتوا كيف دمجوا؟ والله قهر، يعني لو اني ما كنت اشرح كان الامور تمام. عموما مو مشكله، خلاص نخلص الجيم، نخلص الجيم. والله قهر انا، بس اني وقفت، يعني لو ضربت الضربه الثانيه اكيد مات. بس انتم شفتوا كيف قوه السلاح، هو مره قوي السلاح. خلاص هذا مات، وهنا باقي الاخير، خلصنا الجيم الثاني. فسيراتا من الاسلحه اللي مره قويه ضد المطارد، بس انا قعدت واقف اشرح لكم. فمن ضربه واحده شفتوا قديش وصل دم، لو اعطيته ضربتين على طول مات. فعموما خلصنا المهمه الاولى، نشوف المهمه الثانيه. ما زالت بقلبي قهره صراحه على الموته دي، لاني وقفت قاعد اشير لكم، لكن يلا نصيبه. لكن السلاح مره قوي، من الاسلحه اللي مره قويه. طيب نشوف الان يا شباب المهمه الثانيه. المهمه الثانيه اللي عندنا اللي هي الزعماء. الزعماء راح نبدا فيهم باذن الله، راح نختار شخصيه جديده ما لعبنا فيها في هذه السلسله، وراح نختار لها شخصيات اسلحه برضه ممتازه باذن الله تعجبكم. يلا خلينا نشوف الشخصيه اللي راح العب فيها. اكيد بتكون تانك يا شباب، لاني بقاتل زعيمين في نفس الوقت، فابغى تحمل قوي وابغى دمج ممتاز. راح اخذ لابوس، لابوس تانك اسطوري بمعنى الكلمه تانك، تمام؟ وراح اخذ لابوس. عندي الابيليتي الاول، الابيليتي الاول مجرد ما اشغله على الانمي اهيل نفسي، فعلى طول تهيل فوري، فهمتوا؟ بس انا مركب جريس، مركب جارديان، هذه احتياطات، تمام؟ لان استخدمه في لفلات مره عاليه. فلابوس اشوف انه مره ممتاز، فراح استخدم هذا البيلد. السلاح اجنس، خليه الاجنس، لانه زعيم ما يموت اكثر شيء الا بالاجنس، فراح اخلي الاجنس. انتم اذا تابعتوا السلسله فاهمين ليش اخترت الاجنس. السلاح الثاني النكر، احنا لعبنا بالسكرون، راح اغيره المره دي، راح اخذ معايا. لعبنا بالنكر ولعبنا بالسكرون، بس السكرون ما بدعنا فيه كثير، راح استخدمه مره ثانيه، لكن راح اخذ معايا الليكس انكورنر. الليكس ما فيها كلام، تمام؟ طبعا الليكس هذا تقدر تستبدل مكانه هذا المود، تحط مثلا مود الدمج هذا، تقدر تحط مثلا مكانه مود الدمج ضد الانمي اذا كان نوع انمي معين، زي مثلا كوربتد كوربس جرينير الى اخره، فهذول تقدر تحدده مكان الريفن. فانا انصحك تركب مكانه مود الدمج او مود القبائل، مود الانمي نفسهم، يعني حسب نوع الانمي تختار المود الخاص بهم، بيكون الدمج مره اسطوري معك، تمام؟ بس انا عندي الريفن مود. بالنسبه للسلاح الثاني ناخذ سيراتا، ناخذ سيراتا ممكن يجينا المطارد، نطبق مره ثانيه المدرسه، خلينا نتاكد شباب انها اونايرو. اونايرو ممتاز. المرافق اللي عندي سلي، اوكي باخذ سلي. سلي ما عمري لعبت فيها فيديوهات، نلعب فيها بس في البث المباشر. سلي نفس نظام بانزر يا شباب، نفس نظام بانزر، من المرافقين اللي اذا مات يقوم، فتقدر تستخدمه، تقدر تستخدم بانزر اذا تبغى بانزر. هذا بلد بانزر، لكن اليوم راح العب بسلي. طبعا بانزر انا مظبطها افضل لان حط عليها اربع فورما، لكن بوريكم بلد بانزر وبرجع لسلي. هذا بلد بانزر حقي يا شباب، لكن سلي راح نلعب فيها اليوم معاكم زي ما قلنا، من المرافقين اللي اذا مات يقوم من نفسه، وهذا هو بلده للتاكيد، تمام؟ خلينا نرجع الان ونشوف. طبعا انا استفيد منه في ايش؟ انه يسحب لي اللوت، اكثر شيء صراحه استفيد منه انه يسحب لي اللوت فقط. فخلونا الان نروح الزعيم ونشوف كيف نجلده. يلا راح اقاتل بالليكس وراح اقاتل بالاجنس، واذا جاء المطارد هالمره ان شاء الله اوريه، ان شاء الله يجي، ان شاء الله قولوا ان شاء الله. طيب يلا خلينا نتقدم ونشوف. طيب خلينا نشحن ليكس يا شباب، ونشحن ليكس اثبت لي شويه، اثبت لي. شوف شارة حمايته، شايفين؟ سلي يشيل الحمايه حق الانمي، برضه ما تكلمنا عن هذا الشيء، وشارة الارمر حق الانمي قدامه، فهذه ميزه مره قويه. بس العيب فيها انه انمي محدودين، يعني قريبين منه، يعني هي اللي يشيلها، لكن ما يعتبر بديل قوي لابيليتيات الوور فريم، انتبهوا لهذا الشيء. شوفوا الان يا شباب، اوكي شوفوا الان يدمجوني، شايفين فين طحت انا يا شيخ؟ حشروني كيف؟ طيب شوفوا الان هذول على طول ابدا اهيل نفسي بالابيليتي واحد، فاذا كان دمجت شغل ابيليتي واحد على طول تبدا تهيل نفسك. طيب فين بوخ؟ يلا خلينا نبدا. جايك جايك جايك، اوكي نبغى بور، اول شيء نبغى بور. هذا هو اسفل، خلينا نتفاهم معاه. شوفوا الان هذا الليكس يا شباب، طلقه واحده، تمام؟ شوفوا خلصنا الحمايه الاولى، شايفين؟ طلقه واحده بس،
طيب خليه يخلص حمايته. طبعا تبغى تهيل ابيليتي واحد انتهى الموضوع. طيب قوم يا بور مره ثانيه، شوف هاي الطلقه الثانيه شباب شرد. تمام شوف الطلقه الثانيه على طول، زيه زي ستروفا، زيه زي الجليب، زي الاسلحه هذه اللي مره قويه. فان شاء الله اليوم بحاول اعطيكم اكثر شيء اقدر استفيد منه في طرح استفسارات عن الاسئله. خليه يخلص يلا القم. مات هذا برو انتهى ستيل باث. تمام نشوف الان الزعيم الثاني. يلا الزعيم الثاني بقاتله بالاجنس وطريقته وضحناها. طبعا لا احد يقول لي ليش اخذت الاجنس مره ثانيه، لانه الزعيم هذا افضل طريقه له الطريقه دي. فايش تسوي؟ احرق الدرع، خلوا يهاجمك، خلوا يطلق عليك، خلوا يسوي اللي يبغاه، بس انت احرق الدرع، احرق حتى ينحرق. تمام فالان استمر بس بالنار حتى ينحرق الدرع، بعدين اعطيه اي طلقه سواء سلاح ستروفا سواء سلاح بليب او ميلي او شتجن ايا كان، بس حاول انه يكون عندك، او مثلا اللي هو كاتش مون برضه يقدر يقتله من طلقه. بس انا الان بحاول احرق الدرع بعدين برجع للليكس مره ثانيه واجي. ايوه 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 بدا ينحرق، بدا ينحرق الدرع يا شباب. لاحظوا يا شباب اني ما وقفت الاطلاق. ايوه شوفوا شوفوا قرب ينحرق، ما راح ارحمه. والانمي يدمجون والله ما كانه في احد. شوفوا 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 انحرق. الحين ايش اسوي؟ احول الليكس خلاص. شوفوا الان، شوفوا الان خلصنا زي ما كان فيز. تمام خلصنا هذه المهمه، ما جاني المطارد للاسف، فممكن العب بسيراته مره ثانيه، ممكن العب بسيراته مره ثانيه. معلش ادري انكم تبغوا اسلحه، لكن السيرات الضروري اني اوضحه لكم، مع انه دمجه واضح اصلا شفتوه في البدايه، لكن للتاكيد بس عشان كل شيء يكون تمام. فين جهاز التهكير؟ ماشي خلصنا الان المهمه الثانيه، اخذنا فيها وقت، والمهمه الثانيه اخذنا فيها وقت. كم مده الفيديو؟ اوه طولنا يا شباب. بحاول اقتصد، بحاول اقتصد في الوقت. طيب خلاص عشان قلنا نبغى نقتصد، راح العب المهمه الثانيه اللي هي الاكسترمينيت، راح العبها بنفس البلدات بس بغير سلاح واحد اللي هو السكرون. نفس البلدات ما راح اغير شيء، راح اركز على السكرون اكثر شيء شباب والسيراتا. تمام السكرون، وين السكرون؟ هذا السكرون، جين السكرون. وريتكم البلد لكن ما بدعنا فيه في الجيم اللي قبل كذا، لكن هذا هو بلدنا. تمام وهذا هو السلاح، من أسلحة التنت ودمج النار، والبلد عرفته زي ما قلت في البداية. خلينا نختصر يا شباب المدة، لأنه عندنا باقي مهمتين سباي وإكسفيشن، إكسفيشن بتاخذ وقت طويل، فخلينا نبدأ. نفس البلد حق الشخصية، تانك وامشي، تانك وقاتل، قاتلنا فيها زعيم، الآن بنقاتل فيها إنمي، تمام؟ طبعًا الإنمي هنا أحيانًا يكون معركة بين الكوربس والإنفستد أو بين الجرينير والإنفستد على حسب حظك أنت في الجيم، تمام؟ طيب راح أقاتل بالسكرون. جرينير شايفين؟ تمام راح نمشي بسرعة، حاول نجلد. الحلو في الموضوع ان الايمو حقه ما تخلص، كل ما خلصت يسوي شحن لنفسه. شايفين الشحن وشايفين الطلق؟ طيب خليه يشحن 40 طلقة وبعدين نبدا نطلق من جديد. ممتاز طبعا بالنسبه للسلاح كمقارنه بينه وبين النكر، انا عن نفسي شخصيا اشوف الدمج كلها ممتازه، كل الاثنين قويه في الدمج، لكن كمقارنه انا افضل النكر. ليش؟ عشان الطلقات حقه مره كثير، الايمو حقه مره كثير، لكن هنا 40 طلقه ولازم تنتظر حتى ينشحن بعدين تبدا تقاتل. طبعا مو لازم تنتظر، يعني مثلا شوف الان خلصت 40 طلقه، شوف الان بخلصها، شوف ايش اللي يصير في السلاح. شوفوا شايفين؟ يشحن ويطلق، يشحن ويطلق، لكن لما تعطيه فرصة ينشحن بسرعة 40 طلقة وتبدا تقاتل فيه. فهذا أنا أعتبره إنه دمجا ممتاز، لكن ممكن تكون سلبية في السلاح، لكن بشكل عام شوفوا كم قتلنا من الإنمي. فسلاح مرة من الأسلحة اللي أنصحك تحصل عليه، لأنه بيفيدك كثير. بيفيدك كثير، ولا تنسوا إنه قاتل ليفل 100، يعني لو ليفل صغير على طول بس من طلقة واحدة على طول بيموت. تمام. شوف. كم باقي يا شباب؟ طيب يا شباب عشان المده ما تطول والفيديو ما يطول بختصر، السلاح واضح والدمج واضح والتانك اللي انا استخدمه واضح، تمام؟ فبختصر حتى يخلص الجيم هذا وارجع اكمل المهمات اللي بعدها.
طيب يا شباب باقي ستة زي ما تشوفوا، قربنا نخلص. المطارد ما جاء لحد الآن للأسف، لكن إذا ما جاء بنحاول. أيوة جاء، جاء المطارد إن شاء الله. جاء المطارد، ممتاز. يلا يا شباب نحاول نجلده، هذا هو. شوفوا الآن سيراته يا شباب، شوفوا الآن، شايفين سلاح مرة قوي. فعوضناكم عن الجيم اللي فات، شفتوا كيف بيلد بدون ريبن مود، وقدامكم الآن من ضربة واحدة، ضربة واحدة رميت وفجرت وخلاص. فإذا ما عندك قليب جيب السلاح هذا تلقاه في الكلان، وبيلده قدامك جاهز، عرضنا لك في الفيديو. مرة قوي، سلاح مرة قوي. تمام خلصنا يا شباب المهمة الثالثة، نشوف المهمة اللي بعدها. طيب شباب المهمة الثالثة عندنا مهمة اكسفيشن. اكسفيشن اللي هي حفارات في كوكب بلوتو، لكن ضد انفستد. تمام فراح العب فيها بشخصية شخصية ليمبو. تمام ليمبو انا استمتع فيها في الاكسفيشن ضد الانفستد، فراح العب فيها باذن الله معاكم. نشوف البيلد بشكل سريع، نشوف البيلد. اوكي هذا هو البيلد يا شباب، مركب عليه ابيليتي بانشي عشان الاكسيموس، عشان الاكسيموس. تمام بالنسبة للسلاح الاول عندي اللي هو سلاح الاجنس ريت، تقدر تغيره باي سلاح ثاني. لعبنا بالتيروس، لعبنا بايش؟ لعبنا بالاجنس، نغير الحين سلاح ثاني، ناخذ الاسلحه الثانيه اللي عندي. تمام نشوف سلاح ممتاز، ناخذ اللي هو الفينمر، ناخذ فينمر. ماشي فينمر من اسلحه زاريمان، يتفرم بسرعه. وهذا هو البيلد، والخيط عندي كروسيف ونار، ما راح اغيره. المفروض انك تغيره وتحطه اللي هو فايرال ونار، فهمتوا؟ لكن انا بخليه زي ما هو عشان ما بغير في الاعدادات وبختصر في الوقت. فانت حطه فايرل اذا كان بتلعب ضد انفستد. بالنسبه للسلاح الثاني لعبنا بالسكرون، لعبنا بالنكر، لعبنا بالليكس، ناخذ سلاح ثاني يا شباب برضه سكندري، ناخذ اتوموس. اتوموس ممتاز، اتوموس من اسلحه الكورنم برضه، اذا شحن يدمج دمج حلو ويسوي بلاستات حلوه. تمام وهذا هو البيلد عندي هنا، كريتيكال دمج، وعندي ملتي شوت، وعندي الكتريك. تمام فاذا ما عندك ركب مود الكهرباء مكانه. انا حاطه كروسيف. اوكي اذا كان ما تبغى، اذا كان بتلعب ضد انفستد لا تحط مود الكهرباء، حط عندك مود الثلج. تمام مود الثلج هذا لانك بتلعب ضد انفستد، فراح احطه الان عشانكم. تمام عشان يكون البيلد واضح لكم وما ندخلكم في متاهات كثيره. اوكي هذا هو البيلد اللي راح العب فيه الان معكم. تمام ليش؟ لاني بلعب ضد انفستد. اما بالنسبه للسلاح الثالث بستخدم المره دي ستروفا. ستروفا تمام لازم يكون عندنا سلاح مسكت للمطارد. فاحنا لعبنا بسيرات، لعبنا بجليف، لعبنا بجوانداو، لعبنا بستروفا، راح يعتمد ستروفا. تمام اذا ما عندك هذا المود، اذا ما عندك ريبن مود ركب مكانه مود فين المود، فين المود، اذا ما عندك ريبن مود، اذا ما عندك ريبن مود ركب هذا مكانه، بيكون البيلد مضمون وعلى مسؤوليتي. تمام فيلا توكلنا على الله، نبدا يا شباب بسرعه. المرافق هورس، بس هذه المعدات. المدرسه معلش الشباب بتاكد من المدرسه، المدرسه زينوريك لا بغيرها، بحطها ونايرو. ونايرو يا شباب في ستيل باث دائما استخدمها. المطارد هذا ما معه الا الاونايرو يكتم بلوفه، وفي نفس الوقت برضه تقدر تصحي نفسك بالاونايرو لو مت داخل الجيم. يلا يا شباب اكسفيشن، يلا يا شباب نبدا على بركه الله. طبعا انا ليش شلت الزينوريك؟ ليمبو من المزايا الحلوه فيها انه اذا دخل في الريفت ينشحن عنده الانرجي، لو اعطى نفسه داش بالزينوريك ينشحن بسرعه، لكن انا راح استخدم اقراص انرجي. فبعضكم يقول لي لو كان تركته احسن. تمام صح احسن لو كان اني تركته، لكن انا عندي مهمه ستيل بات واحتاج اني استعد مظبوط، وراح العبها سولو يعني ما راح العبها مع ناس. فالاشياء هذه حاولوا تعملوا حسابها. هات البطاريه الحبيب، تعال 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 هات البطاريه. يلا مشينا، طيب نبدا ونشوف كيف راح نلعب. ابيليتي 2 ابيليتي 4 تمام، نرمي اقراص انرجي ونشغل ابيليتي الثالث اللي هو ابيليتي بانشي عشان الكسيموس. تمام طيب نبدا الان نبحث عن البطاريات ونركب بسرعه. طبعا الحلو بليمبو يساعدك في شحن الانكورنون. ليش؟ لانه يثبت لك الانمي، شوفوا ثابتين شايفين؟ الشحن عندك مو مشكله، شوفوا شايفين كيف؟ فتشحن على طول. فليمبو هذه ميزه مره قويه صراحه فيه مع اسلحه الانكورنون. بنحاول نشحن احسن، اوكي. تعال هات البطاريات هذه. حلو. ما ركبتها ليش؟ لا اخذتها. تمام، نبدا نشحن السلاح. هنا
ممتاز هنا يعني ما مكسنا مرة لكن ما مشكلة. طيب بنحول لهم كورنر، ساكن نحول لهم كورنر نستخدمه ونشوف كم مطلوب. مطلوب حفارتين بس. اوكي طيب نشوف الكورنر يا شباب، شوفوا الكورنر. هذا سلاح سكندري يا شباب شايفين، وهذا هذه مهمة ستيل باث. طبعا ليمبو يطيح، اخ ما انتبهت نسيت الشيء هذا. طيب نحاول نطلق من بعيد عشان ما نطيح. شايفين كيف الدمج؟ سلاح مرة حلو وسهل، وتحصل عليه من الكلان، يعني تقدر تشتريه من الكلان وتقاتل فيه. طيب ايش عندي سلاح ثاني كمان؟ احنا قلنا الفنمر، الفنمر والله الفنمر قوي، ما يحتاج اني اصلا اتكلم عنه، لكن خلينا اشحن. نحاول نشحن شباب، خلصنا المهمة الأولى، أوكي. طيب نروح الحفارة الثانية، ولو جاء المطارد بنعرف نتفاهم معه، يلا. ما يمدينا نشيل، أوكي يلا. شيل. بعدين أرجع أجمع. وأجي أركبه. حبيبتي بانشي. نروح نجمع بطاريتين ونرجع. على ما يجون. نشيل هذه. تمام. ونشيل هذه. نروح نركبهم. بدينا نشحن هنا. يموتوا بسرعة. خلاص. شوفوا لاحظوا يا شباب اني ما اشحن اسلحتي ماكس، لكن شوفوا الدمج. شايفين الدمج؟ مرة سلاح حلو. والسلاح السكندري برضه ممتاز، وهذا ستروبا غني عن التعريف. فهذه مجموعة أسلحة إن شاء الله أنها تعجبكم يا شباب. عشان الناس اللي دائما تقول لي أبغى أسلحة، أبغى أسلحة يا صار. فان شاء الله ان هذا الفيديو يكون مفيد لكم. خلينا نجدد. تمام. طيب توماس يلا شوف المسح. شايفين؟ شايفين المسح؟ طبعا بيلد بدون ريبن مود وسويناه الان قدامكم. ماشي. ان شاء الله بس يجي المطارد نكمل عليه بالستروبا، يكون مرجع كامل ان شاء الله للاسلحه اللي تفيدكم في اللعبه. باقي طلقه واحده من كورنر. اوكي نشحن من جديد، نستخدم فينمر. خلاص اساسا خلصنا الجيم. تمام. ولا نستخدم ستروبا، كل الامور زي الحلاوه. باقي بطاريه، هذه هي ماكس. طيب نجدد. ايزي. طبعا ستروبا يا شباب احنا اساسا قد قتلنا فيه المطارد في نفس السلسله، فهو سلاح مضمون ومجرب يعني ما يحتاج. تبغى ترجع تشوف الفيديوهات ارجع. بس السلسله هذه يا شباب حاولت اني اعطيكم الخلاصه، الخلاصة حق التعب كامل في اللعبة، فهمتوا؟ من شخصيات، من بلدات، من أسلحة. فإن شاء الله إني أعطيتكم أشياء مفيدة لكم. طيب باقي عندنا مهمة واحدة اللي هي مهمة السباي. إن شفت الفيديو مرة طويل ممكن ما أنزلها في الفيديو، وإذا كان في مجال راح أحاول إني أنزلها لكم بشكل مختصر بإذن الله، تمام؟ عشان ما يكون معنا الفيديو مرة طويل. فيلا خلينا نرجع. المطارد ما جاء للأسف، لكن ما هي مشكلة، أمورنا زي الحلاوة.